وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبة الفرقة التانية، هناخد مع بعض النهاردة السراس الكافيتي. نشوف كل الكونتينتس اللي بتبقى موجودة داخل السراس الكافيتي، ماسلز وارتري ونيرف وبعض الليمفاتيك استراكشر برضو، والأورجان مهم جدا معانا هو الهارت. نشوف مع بعض. ده عبارة عندي عن السراس الكافيتي. طبعا عشان اشوف السراس الكافيتي كويس، الاول بعمل ريموفال للريبس. طبعا الاول بيبقى في عندي هنا السكن، وبعدين برفع السكن بلاقي المسلز. المسلز بتاعت السراس زي ما احنا اخدناها في سكشن العضلات. وبعد كده ببدا اعمل ريموف للسكن والمسل والريبس كمان. ادي بقايا من الريبس اهي، ابدا اشيل الريبس عشان اشوف الكونتينس اللي موجوده جوه السراس الكافيتي كويس. زي ما احنا شايفين معايا شلنا كل ده. انا دلوقتي على الرايت سايد، هنشوف السراس الكافيتي من ناحيه الرايت سايد ومن ناحيه الليفت سايد. عشان اشوف من الرايت سايد ببدا اعمل ريموفال للريبس من على الرايت سايد. العينه قدامي ازاي؟ ادي العينه اهي، ده الدورزل بتاع الحيوان، ده الدورزل، هنا الفنترال، دي عظمه الاسترنم اهي، ده الفنترال. طبعا هنا كان النك، يعني كده الكرينيال، وهنا الكودل بتاع الحيوان. هنا معدل العينه كده، الدورزل اللي فوق والفنترال اللي تحت، ومكان ما قطعت النك ده الكرينيال، وهنا الكودل. هلاقي ان انا على الرايت سايد، على الرايت سايد انا عامله ريموفال زي ما قلنا للرايت ريبس، الريبس اللي موجوده عندي ناحيه الرايت، عشان اشوف الاستراكشرز او الكونتينس من ناحيه الرايت. عملنا ريموفال للريبس، بدا يظهر معايا هنا دي عباره عندي عن اللانج، اللي هي الرايت لانج. الرايت لانج من اورجانز بتبقى موجوده معايا في سراس الكافيتي، عندي اللانج والهارت. لما ارفع اللانج كده بشوف عندي اورجان مهم جدا هو الهارت، واللي احنا هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. ادي اللانج اهي. طبعا عارفين ان سراس الكافيتي بيبقى مغطى بالبلوره، في عندي فيسرال بلوره موجوده عندي اللي لوزلي على اللانج على طول، دي الفيسرال بلوره. اما البرايتال بلوره بتبقى محاوطه التو لانجز الناحيتين، بيبقى في عندي سبيس موجود ما بين التوب اللورال ساكس، بقول عليه الميدياستاينم. لما ارفع اللانج كده بيبدا يظهر معايا الميدياستاينم. بقسم الميدياستاينم طبقا للبوزيشن بتاع الهارت. الهارت اولا بيبقى موجود في الميدل ميدياستاينم، في الميدل ميديا، في السبيس في الميدل بالظبط بيبقى موجود عندي الهارت. المنطقه قدام الهارت بقول عليها البريكارديال ميدياستاينم او الكرينيال ميدياستاينم، هنا الكارديال ميدياستاينم او الميدل ميدياستاينم، بعد الهارت بيبقى فيه البوست كارديال ميدياستاينم او الكودال ميدياستاينم. ادي الهارت اهو زي ما احنا شايفين، ده عباره عندي عن الهارت. الهارت بيبقى موجود في الميدل ميدياستاينم، البوزيشن بتاعه بيكون من عند مستوى السكند انتركوستال سبيس لحد السادس انتركوستال سبيس. ده الفيرست ريب اهو احنا سايبينه، ده الفيرست ريب، يبقى ده الفيرست انتركوستال، سكند انتركوستال، الثيرد انتركوستال، والفورث، الفيفث، وهنا السيكس انتركوستال سبيس. بص الاقي ان البوزيشن بتاع الهارت بيمتد من السكند انتركوستال سبيس لحد مستوى السادس انتركوستال سبيس، وبيبقى موجود في الميدل ميدياستاين. ادي الهارت اهو زي ما احنا شايفين. الهارت بيبقى ده البيز بتاعه، هنا الايبكس فنترالي، يبقى الايبكس اهو هنا الفنترال. بس الاقي ان الايبكس بتاعه الهارت بتبقى كونكتد مع الاسترنم. ادي الاسترنم اهي بليجامنت، بقول على الاسترنو بريكارديال ليجامنت، ستيرنو بريكارديال ليجامنت، ده اللي انا ماسكاه ده، ستيرنو بريكارديال ليجامنت. انا على الرايت سايد، فمعظم الاستراكشر بتبقى موجوده عندي هي الفينز اللي هتفتح فيه تروح تفضي او تودي الدم للهارت، فبقول على ده الفينوس سايد، رايت سايد بتاع الهارت بقول عليه الفينوس سايد، لان معظم اللي هشوفه هي الفينز. لكن الارتري مين اللي بتظهر من ناحيه الليفت، مش كده بنسمي الليفت زي ما هنشوف فيما بعد الارتريال سايد. يبقى احنا شفنا اللانج، شفنا الهارت. بص الاقي كمان ان ما بين التولوبس بتوع اللانج بيبقى في عندي نوتش باين منها الهارت، بقول على دي كاردياك نوتش، كاردياك نوتش، بتبقى نارو او ضيقه صغيره على الرايت سايد. اما على الليفت سايد زي ما هنشوف في عينه الليفت بيبقى وايد، عشان كده مين اللي بنسمع الهارت من ناحيه الليفت، عشان بيبقى تحت الريبس على طول. تمام، هنشوف مع بعض ماسلز، هنشوف مع بعض عندي برضو ماسلز. شوف عضلات، ادي عضله اهي دي بقول عليها اللونجس كولاي ماسل، اللونجس كولاي ماسل، دي عضله اللونجس كولاي.
تشوف عضله اسمها السكالينوس ميديوس ماسل، اللي هي دي عضله اسمها سكالينوس ميديوس ماسل، بتبقى اتشت عندي في السكالينوتيوبركل بتاع الفيرست ريب. ادي الفيرست ريب اهو، قلنا التيوبركل اللي عليه كرينيال ده بقول عليه السكالينوتيوبركل، اتشت فيه عضله اسمها السكالينوس ميديوس ماسل. شوف عندي عضله كمان تبقى موجوده عندي على الانترنال سيرفيس بتاع الاسترنم اهي، على السطح بتاع الاسترنم من جوه، العضله دي اهي تبقى مغطيه الاسترنم من جوه اهي، اسمها ترانسفيرس سوراسيس ماسل، ترانسفيرس سوراسيس ماسل اهي اهي، دي تبقى موجوده بالعرض كده على الانترنال سيرفيس بتاع الاسترنم، يبقى دي ترانسفيرس سوراسيس ماسل. دول الثلاث عضلات اللي هنشوفهم مع بعض. شوف عندي برضو بعض الاورجنز، في عندي عامل ريفليكشن كده للفيرست ريب اهو، شوف عندي دي ترقيه، دي عباره عندي عن الترقيه، وادي الترقيه الكارتليج اهي، دي ترقيه، ترقيه عباره عن حلقات ترقيه الكارتليج كونكتد، او كل كارتليج ما بينه وبينه والتاني في ليجامنت. شوف عندي الاسوفيكس اهو، هنا من الاول بيبقى تحت ترقيه فنترال الترقيه اهو، بعد كده يلف يطلع يبقى دورزال للترقيه اهو، ده الاسوفيكس، عشان يروح يعدي من الاسوفجيه الهياتس يروح يكمل مع بقيه الدايجستيف سيستم على الاستومك، يبقى ده الاسوفيكس، لكن دي الترقيه. دي الفينز اللي هتفتح فيه الهارت، ده بقول عليه الفينا ازايجوس فين، بقول عليه الفينا ازايجوس فين، ده بيفتح فيه الدورزا الانتركوستال فينز بتاعت الثوراسيك وول، الدورزا الانتركوستال فين تروح تفضي فيه اهو، بيجمع الدم من الثوراسيك وول الفينا ازايجوس، يروح يفتح فيه الكرينيال فينا كافا، ده الكرينيال فينا كافا جاي من قدام اهو، الفين اللي بيجمع الدم من الهيد والنك والفورليم، ده الكرينيال فينا كافا، بيروح يفتح عندي في الرايت اتريوم، احنا قلنا ان احنا دلوقتي على الرايت سايد، الرايت اتريوم يفتح فيه الكرينيال فينا كافا. الفين الثاني اللي بيجمع الدم من الجسم من ورا ده اسمه الكودال فينا كافا، اسمه الكودال فينا كافا، يبقى ده الكودال فينا كافا جاي من ورا، ده الكرينيال فينا كافا من قدام، وده الفينو ازايوس بنشوفه مني من راحة الرايت، دي الفينز اللي بتفتح في الرايت اتريوم. يبقى احنا شفنا العضلات، شفنا الفينز اللي موجوده معانا، شفنا ايه الترقيه، شفنا الاسوفيكس زي ما احنا شايفين. بعد كده بنشوف مع بعض ايه البلاد سبلاي او الارترز اللي بتبقى خارجه عندي من الهارت القلب، زي ما نشوف مع بعض في الاستراكشر بتاع القلب بيطلع عندي الاورطة، الاورطة بيطلع من الهارت من الليفت فنتريكل بيطلع كاسندنج اورطة، بعد كده يبقى بيطلع من الليفت فنتريكل اسندنج اورطة، بعد كده بيعمل قوس ارش كده عشان يدايركتد كودال يروح يغذي بقية الجسم كدسندنج اورطة، الارش ده هو الاورتك ارش، بيطلع من الفنترال ازفكت بتاع الاورتك ارش ارتري او ترانك كبير يطلع للامام، احنا قلنا الاورطه هيتجه كودالي كديسندنج اورطه، في السوركس هيبقى اسمه سوراسيك اورطه زي ما احنا شايفين هنا كده، وبعد كده يدخل الابدومين هيبقى اسمه ابدومينال اورطه. طيب دي الاورطه هيغذي الكودال بارت بتاعه الجسم، طب الكرينيال بارت بتاعه الجسم اللي هي الهيد النك والهيد والفورليم هيغذيها ترانك مهم بيطلع من مستوى الاورتك ارش بتاع الاورطه، بقول عليه البريكيوسيفاليك ترانك، بقول عليه ايه يا دكاتره؟ بنقول عليه البريكيوسيفاليك ترانك. يبقى اهو انا طبعا هنا قلنا على الرايت سايد الارتريز ما بتبقاش واضحه زي ما هنشوفها على الليفت سايد، هنا الترانك باين معايا اهو، ده بقول عليه بريكيوسيفاليك ترانك، بريكيوسيفاليك ترانك اللي هيبدا يديني ارتريز اللي هتغذي بقى الاجزاء الاماميه من الجسم من الهيد والنك والفورليمز، يبقى ده البريكيوسيفاليك ترانك. على الرايت سايد بيدي ايه البريكيوسيفاليك ترانك؟ بمشي مع البريكيوسيفاليك ترانك ببص الاقيه بيدي كومون ترانك، بيدي كومون ترانك، ده عباره عندي عن كومون ترانك او ستيم ليه اتنين ارتريم بيطلعوا من الترانك ده، يبقى ده البريكيوسيفاليك ترانك، بيدي كومون ترانك ليه، ده بقول عليه
costo cervical artery costo cervical artery costo cervical وده الديب سيرفايكل يبقى كومن ترانك للاثنين دول ده كومن ترانك كوستو سيرفايكل والديب سيرفايكل الكوستو سيرفايكل بيديني اثنين بينقسم اثنين ده بقول عليه دورزال سكابولر دورزال سكابولر اللي انا ماسكاه ده يبقى ده دورزال سكابولر ودوت اللي هو السوبريم انتر كوستال سوبريم انتر كوستال يبقى كومن ترانك كوستو سيرفايكل يدي دورزال سكابولر ارتري وده السوبريم انتر كوستال ارتري اما ده الديب سيرفايكل الانتركوستال سبيس اللي بتبقى ما بين الضلوع دي بيبقى ماشي فيها الفيزلز بتاعه اللي هتغذي منطقه الثوراسيك وول اللي هي الانتركوستال ماسلز وهكذا الانتركوستال سبيس دي بيبقى ماشي فيها الارتري والفين انا عندي فيه دورزال انتركوستال ارتري وفين ونير تبقى ماشيه دورزال وفي فينترال انتركوستال ارتري وفين الدورزال انتركوستال ارتريز بيقول لي ان اول واحد بيبقى طالع من الديب سيرفايكال ارتري هم عددهم بعدد الضلوع عندي 18 ضلع في الاكوين فيبقى عندي 18 دورزال انتركوستال ارتري الاولاني بيطلع من الديب سيرفايكال ارتري اما من رقم 2 لرقم 5 بيطلعوا من السوبريم انتركوستال من السوبريم انتركوستال ومن رقم 6 لحد رقم 18 بلاقي ان الدورزال انتركوستال دي بتبقى طالعه عندي من الثوراسيك اورتا اللي هو ده ادي الاورطة اهو ده الثوراسيك اورطة منطقة الصورة بص الاقيه بيطلع منه الدورزال انتركوستال ارتري دي زي ما انا موضحها كده دي كلها كده بقول عليها الدورزال انتركوستال ارتري اهي بص الاقي الارتري اهو كل ارتري ماشي جنبه فين بنفس الاسم دورزال انتركوستال ارتري ده دورزال انتركوستال فين وقلنا الانتركوستال فينز دي بتفتح في الفينا ازايبس تمام يبقى احنا قلنا بريكيوسفاليك ترانك بيدي اول حاجه الكومون ترانك للكوست سيرفايكال والديب سيرفايكال كوست سيرفايكال بيدي الدورزال سكابولر والسوبريم انتركوستال بعد كده بيدي الفيرتبرال ارتري بعد كده بيدي ايه بيدي الفيرتبرال ارتري هو ده ده الرايت فيرتبرال اي حاجه انا هقولها هي رايت ده الرايت فيرتبرال اللي هيقابل الليفت فيرتبرال ارتري ويكونه البازلر ارتري اللي يطلع يغذي البرين يبقى ده الفيرتبرال ارتري طيب بعد كده هيدي ايه بعد ما ادى الفيرتبرال ارتري بيطلع من البريكيوسفاليك ترانك ترانك مهم جدا وده الكلام ده بيكون عند مستوى الفيرست ريب احنا قلنا الضلع الاول اهو لما اعمل ريفليكشن ليه هبدا اشوف الترانك ده اللي هو طالع من البريكيوسفاليك ترانك ده بقول عليه الباي كاروتيد ترانك بقول على ده باي كاروتيد ترانك باي يعني اتنين هيتقسم لاتنين الباي كاروتيد ترانك هيتقسم معايا ليه رايت كومن كاروتيد رايت كومن كاروتيد ارتري وادي الليفت كومن كاروتيد ادي رايت كومن كاروتيد وده الليفت كومن كاروتيد ارتري بعد ما بيديني الباي كاروتيد ترانك بيبقى الكونتينيويشن بتاعه اسمه رايت سب كليفيان كونتينيويشن بتاعه اسمه رايت سب كليفيان ارتري رايت سب كليفيان الكبير ده هبص الاقي الرايت سب كليفيان بيديني سوبرفيشال سيرفايكال بيديني ده اسمه ايه اسمه السوبرفيشال سيرفايكال ده يبقى ده السوبرفيشال سيرفايكال ارتر وبيدي ايه تاني بيدي معايا ده الانترنال ثوراسيك انترنال ثوراسيك ارتر وبص الاقي خارج من الانترنال اكسترنال ثوراسيك ده الاكسترنال ثوراسيك خارج من الانترنال ثوراسيك بمشي مع الانترنال ثوراسيك بلاقي الانترنال ثوراسيك بيديني الفينتر انتركوستال ارتر بيدي الفنترال انتركوستال ارترز اللي هي هتطلع تعمل انستوموزنج مع الدورزال انتركوستال ارتر اللي احنا قلنا عليه وبعد كده يكمل او الكونتينويشن النهائي بتاعه بيكمل كاكزيلري ارتري بيكمل كاكزيلري ارتري اللي هو هيروح يغذي الفور لمب او الثوراسيك لمب ده الاكزيلري ارتري الكونتينويشن بتاع الارتري كله هيلف حوالين الفيرست ريب ويروح يغذي الفور لمب او الثوراسيك لمب ده بالنسبة للأرترز أو الشرايين اللي أنا هشوفها من على الرايت سايد نقولهم تاني بسرعة أدي الباي كاروتيد ترانك يدي كومون ترانك للكوستو سيرفايكال والديب سيرفايكال كوستو سيرفايكال بيدي دورزال سكابولر وسوبريم انتركوستال بعد كده يدي فيرتبرال أرتري فيرتبرال أرتري بعدين يطلع الباي كاروتيد ترانك الباي كاروتيد ترانك ينقسم لرايت كومون كاروتيد والليفت كومون كاروتيد
بعد كده يكمل او الكونتينيوشن بتاعه يبقى الرايت سب كليفيان. الرايت سب كليفيان دي السوبرفيشال سيرفايكال ارتري اكسترنال انترنال ثوراسيك. انترنال ثوراسيك انترنال ثوراسيك يدي اكسترنال ثوراسيك. وادي الانترنال ثوراسيك اهو بلاقي ماشي ما بين الاسترنم وما بين العضله اللي احنا قلناها اللي هي ترانسفيرس ثوراسيس ماسل الارتري ما بين العضله وما بين الاستر. واخر حاجه هو الاكزيلاري روح منطقه الاكزيلا يغذي اسفور لمب او الثوراسيك لمب اللي هو الاكزيلاري ارتري. اكزيلاري ارتري دي بالنسبه للارتر الارترز اللي احنا شفناها مع بعض. هنشوف بعض نيرفات. نيرفات موجوده معايا هنا زي ما شفنا ارتري وفين وكده. هنشوف نيرفات معايا. في عندي النيرف ده اهو ده جاي من الفنترال برانش بتاع الرابع والخامس والسادس سيرفايكال سباينال نيرفز. ده اسمه الفرينيك نيرف بيبقى ماشي على السكالينس ميدياس ماسل. طبعا انا قطعت العضله عشان اعمل ريفليكشن للرب. النيرف ده بيبقى ماشي كده اهو دي بقيته اهي. ده الفرينيك نيرف ده الفرينيك نيرف اهو. طبعا الرايت فرينيك بما ان احنا على رايت سايد بيبقى ماشي معايا على الهارت اهو على البريكارديا من فوق اهو. ادي الفرينيك نيرف اللي هو طبعا من اسمه هيروح يغذي الدايفرام. هيروح يغذي الدايفرام ده الفرينيك نيرف اهو اللي بيبقى ماشي جنب الكودا الفينا كاف على طول. يبقى ده اول نيرف معانا الفرينيك نيرف. بعد كده هنشوف مع بعض ده بقول عليه الفيجو سيمباثيك نيرف ترانك. الفيجو سيمباثيك نيرف ترانك اكتر من فين مع بعض بقول عليهم ترانك. يبقى ده الفيجو سيمباثيك نيرف ترانك عباره عندي عن السيمباثيك اهو. ادي الفيجاس اهو وادي السيمباثيك. السيمباثيك برانشز اهي. يبقى ادي السيمباثيك وادي الفيجاس بيعملوا مع بعض الفيجو سيمباثيك نيرف ترانك. بمشي مع الفيجاس اهو ده الفيجاس بلاقي ان الفيجاس بيديني عند مستوى الكومن ترانك اللي طالع من البايكاروتيد اللي هو اول واحد طلع من البايكاروتيد بيديني نيرف اهو بيلف حوالين الكومن ترانك اللي هو ده اهو. لما بشده ده بيتشد اهو. ده اسمه الريكورنت لارينجيال نيرف رايت ريكورنت لارينجيال نيرف. عن الليفت هنشوف الليفت ريكورنت لارينجيال نيرف طالع من الليفت فيجاس. يبقى ده الرايت فيجاس بيدي الرايت ريكورنت لارينجيال اهو اللي هو يلف حوالين الكومن ترانك عشان يرجع اهو يمشي مع الفيجو سيمباثيك. بلاقي الريكورنت لارينج اللي هو الرايت والفيجو سيمباثيك ومعاهم الرايت كومن كاروتيد بيبقوا ملفوفين مع بعض بكومن شيس اهو. طبعا الريكورنت هيروح يغذي عضلات اللارينكس في معدل الكليكوثايرويدس ماسل. ده يبقى ده الرايت ريكورنت لارينجيال نيرف لف حوالين الكومن ترانك ده على الرايت. على الليفت هنلاقيه بيلف حوالين الاورتيك ارش. بعد كده الفيجاس اهو بيكمل معايا. ادي الفيجاس نيرف اهو بمشي مع الفيجاس اهو. ادي الفيجاس بص الاقي ان الفيجاس بينقسم عندي زي ما احنا شايفين ليه دورزال برانش. الفيجاس اهو منقسم عندي لايه لدورزال برانش وده فنترال برانش. ادي دورزال برانش وده الفنترال برانش اللي هيمشي تحت الاسفك. بص الاقي ان الدورزال برانش بيتحد مع الدورزال برانش بتاع الليفت فيجاس. يبقى ده الدورزال برانش بتاع الرايت فيجاس متحد مع الدورزال برانش بتاع الليفت فيجاس ويعملوا برانش او نيرف كامل اهو بقول عليه الدورزال اسفجيال نيرف ترانك او الدورزال فيجال نيرف ترانك. بيبقى ماشي دورزال للاسفكس. الاسفكس اهو ده بيبقى ماشي فوق. ده الدورزال فيجال نيرف ترانك جاي من اتحاد الدورزال برانش بتاع الرايت فيجاس مع الدورزال برانش اوف الليفت فيجاس. وهكذا الفنترال برانش هيتحد مع الفنترال بتاع الليفت فيجاس ويمشي تحت الاسوفيكس كفنترال فيجال نيرف ترانك. ده بالنسبه للفيجاس. وشفنا ده الفرينيك نيرف. هنشوف ايه تاني مع بعض. بشوف معايا عندي جنجليا اهي اسمها الستيليت جنجليا او السيرفايكوس الراسي الجنجليا. اسمها الستيليت جنجليا او السيرفايكوس الراسي الجنجليا بالظبط بقى تحت مستوى الفيرست ريب طلع الاول اهي. دي الاستيليت جنجليا يبقى في منها برانشات كتير منها السيمباثيك. هي سيمباثيك جنجليا ادي السيمباثيك اللي كان ماسك مع الفيجاس اهو بيبقى من طالع منها برضو برانش اللي هو ده بيبقى ماشي مع الفيرتبرال ارتري يروح يعدي من الترانسفيرز كانال بتاعت السيرفايكال فيرتبري. ده بقول عليه ترانسفيرز نيرف او النيرف ترانسفيرزاليس ده
بيبقى ماشي مع الفرتبرا الارتري. بعد كده ادي الجنجليا اهي، ستيليت جنجليا بتبقى شبه الستار شيب او شبه النجمه. بعد كده ده اللي هيكمل معايا اهو، ده كله ده كده يفضل ماشي معايا، والخط الابيض اللي ماشي على الدرزه اللي من فوق ده، ده سيمباثيتك تشين، دي عباره عندي عن سيمباثيتك تشين اهي، دي الخط الابيض الواضح ده، دي السيمباثيتك تشين. دي بالنسبه للستليت جنجليا. شفنا مع بعض الفيجاس، هنشوف مع بعض ايه تاني. شوف مع بعض عندي ده، قلنا دوت اهو الاورطه الديسندنج اورطه، قلنا بيطلع من القلب وطالع من القلب اسندنج، يعمل ارش ويرجع كودل اسمه الاورتك ارش، كودل بقى يبقى اسمه ديسندنج اورطه. في الثوراسيك كافيتي بيقولوا عليه الثوراسيك اورطه، الثوراسيك اورطه زي ما قلنا البرانشات اللي طالعه منه اللي هي الدرزه الانتركوستال ارتري اهي، الارترز اللي طالعه دي كلها بقول على الدرزه الانتركوستال ارتري، ادي اهو الاورطه. يروح يعدي بقى من الاورتك هياتس بتاعت الدايفرام، طبعا الدايفرام هنا مش موجود، بيعدي من الاورتك هياتس يدخل الابدومن يبقى اسمه ابدومينال اورطه. بيعدي من الاورتك هياتس لوحده، لا بيعدي هو والضغط دي اللي احنا شايفينها اللي انا بقول عليها الثوراسيك ضغط، بقول عليها الثوراسيك ضغط. طب ده هنا شبه الفين خالص، احيانا بعد اعدام الحيوان بيدخل بعض البلط فيها فبتدي لون، لكن هي في الطبيعي بتبقى شفافه اهي اهي، يعني بتبقى ياخد اللون الشفاف الابيض ده اهي، دي الثوراسيك داكت برضو اهي. لكن شوف هنا مزرقه ازاي. طب افرقها ازاي عن الفين اللي احنا قلنا ده اسمه الفينا زايجوس، الفينا زايجوس يعني يبقى الثوراسيك اورطه والثوراسيك داكت والفينا ازايجوس، دول الثلاثه بيعدوا من الاورتك هيتس ويدخلوا الابدوم. طيب دي افرقها عن الفينا ازايجوس، طبعا ده قلنا بيفتح فيه او بيفضي فيه الدرزه الانتركوستال فينز، الدرزه الانتركوستال فينز ده بيروح يفتح في الرايت اتريوم، بيفتح في الكرينيال فينا كافا لما يفتحوا في الرايت اتري، لكن ده ما بيدخلهاش فين خالص ولا بتروح للرايت اتري. يبقى دي الثوراسيك داكت ودي الفينا ازايجوس. هنشوف مع بعض ايه تاني. دي طبعا دي معظم او يعني معظم الحاجات اللي هتبقى واضحه معايا على الرايت سايد، ماسلز زي ما احنا قلنا المسل، قلنا نيرفات، وقلنا الارترز برانشات بتاعه الارتر اللي طالع معانا، وقلنا الفينز، وقلنا الليمفاتيك ترانك، قلنا اللي هي الثوراسيك داكت دي من ضمن الليمفاتيك ستراكشرز اللي موجوده معانا. في عندي ليمف نود هنا بتبقى موجوده برضو اهي، اللي هي الكودال ديب سيرفايكال ليمف نود، كودال ديب سيرفايكال ليمف نود دي واضحه معانا، دي كودال ديب سيرفايكال ليمف نود. بس دي الحاجات اللي هنشوفها مع بعض على الرايت سايد. شوف بقى الفرق ما بين الرايت سايد والليفت سايد في عينه الليفت، ايه الفرق، البرانشات بتطلع ازاي وشكلها عامل ازاي، وايه الحاجات اللي بتبقى واضحه اكتر من على الليفت سايد، نشوفها ان شاء الله مع بعض في الليفت سايد. شكرا.